في المشروع الحقيقي هذه الانطلاقة إن شاء الله الوتيرة تمشي بأكثر سرعة نضم بشرة بالنسبة لسكان المنطقة مناصب شغل برنامج تكميلي خاص ومتميز لولاية تندوف، قرارات مهمة وغلاف مالي كبير، مع أمر فوري بإطلاق دراسة معمقة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، هو ما جاء به مجلس الوزراء الأخير، وعد أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى الولاية، وعد يتجسد اليوم على أرض الواقع. صادق من مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي بغلاف مالي قدره 29 مليار دينار فاصلة خمسة، وهذا يضاف إلى البرنامج الذي راه جاري حاليا والذي فوق 32 مليار دينار جزائري. وبالتالي فإن هذا البرنامج مس سبعة من القطاعات، على رأسها قطاع الري. نعرف أن ولاية تندوف وساكنة تندوف يعانون معاناة شديدة فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب، نظرا لأن انعدام المياه في ولاية تندوف. وجاء هذا البرنامج كذلك يمس كذلك قطاع هام عبر عليه الساكنة وقطاع الصحة. قطاع الصحة فإن شاء الله سيشهد إنجاز مستشفيات وفي ولاية تندوف بما كما قال السيد رئيس الجمهورية بمقاييس عالمية، بالإضافة إلى قطاع السكن، قطاع التهيئة العمرانية، قطاع البيئة، إلى غير ذلك من القطاعات. إجراءات تعمل على بعث حركية تنموية غير مسبوقة تنعكس إيجابا على كامل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مما يؤهلها ويجعلها تواكب مسار التنمية وتستجيب لمطالب وتطلعات سكانها. دفع بالحركة التجارية والاقتصادية في ولاية تندوف وفي الوطن بصفة عامة، وبالتالي كذلك في إطار خلق مناصب وخلق مؤسسات ناشئة ومصغرة لفائدة الشباب المنطقة. إذا علمنا بأن الشباب كان يعاني من عزلة بانعدام النسيج الاقتصادي الذي يستقطب هذا الشباب الذي يتخرج من جامعة تندوف، الآن الحمد لله نشاهد أن في الشركات التي تنجز سواء السكة الحديدية أو غارج ميلاس هناك عروض عمل كبيرة تصل إلى الوكالة الولائية للتشغيل، وبالتالي أدمج العديد من الشباب. ولاية تندوف وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام وثرواتها الباطنية الموجودة، مع تفعيل هذا المخطط الواعد والمثمر، تصبح ولاية مساهمة في المجهود الوطني العام وتواكب مسيرة التطور التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات.